يقول السائل الكريم يقول هل يجوز أن يسلم الرجل على أم زوجته وأن يقبلها أثناء السلام؟ لا مانع من ذلك، وإن وجد في نفسه شيء يضر في ذلك فليحجم عنه، لأن تتابعات مثل هذه أدت إلى أشياء ليست جيدة. والورع هو ترك ما يضرك وأن تترك ما يريبك إلى ما لا يريبك.